انا وزني تحت ال 50 مش حيسحبوا مني. لكن نوفر لك باذن الله ونكلم. ما عندك مشكله يا شيخ. اوقات نكون كبشر في اقصى حاجتنا للمساعده، كيف اذا كانت هذه المساعده هي تبرع باغلى ما يملك الانسان وهو دمه. اختبار صعب حطينا الشارع الليبي فيه، تعالوا نشوفوا كيف كانت النتيجه. هاي مش مشكلة، هذه نمشوا لعياد الهلال الأحمر ون... أنت قاعد هنا يا محترم. أنا قاعد هنا يا محترم. طيب خلاص هنا يا طاق سوق الدب وجاي. عندنا واحد يرجي فينا. ماشي بارك الله فيك. ماشي بارك الله فيكم، الله يرحم والديك. بإذن الله، شكرا بارك الله فيك. شو أخبارك باهي؟ كيف صحة؟ تمام. بالله احنا عندنا ولاد مريض بمرض مزمن. باهي ونبوا ندوروا له في دم. لو سمحت لو نعرفوا فصيلة دمك. يا موجب. يا موجب والله نفس الفصيلة، ممكن تعطينا دم؟ فيش أي مشكلة، أنا وزني تحت الخمسين مش حيسحبوا مني، أنا وزني تحت الخمسين مش حيسحبوا مني. أنت لو فصلي تعطيك بتالي هم ما يعرفوا شنو. أنت عندك مشكلة أنك أنت تعطي أي إنسان؟ لا لا. السلام عليكم. لا عفوا ماما لو سمحت، إحنا بالله عندنا أولاد باهي مريض بمرض مزمن باهي وندوروا له في دم إن شاء الله ويشفيك ويعافيك. وندوروا له في دم، لو في حد منكم يتبرع بدم للطفل. تجاوب ايجابي وموافقه بدون تردد. الانسانيه وتقديم المساعده عمرها ما تحتاج تفكير. خلاص ان شاء الله حل، خلاص ان شاء الله حل. لو سمحتوا معلش. بالله احنا عندنا اولاد صغير باهي مريض بمرض مزمن. ونبوله دم الصراحة باهي في المصرف الدم غادي ما يجيناش فصيلته، ممكن نعرف فصيلتكم؟ بي زايد. بي مجرد. أنت الأخ؟ بي زايد الأخ؟ بزيد. باهي ممكن عادي تتبرعوا له بالدم؟ يمشي مع زايد. نبدلوا له حتى لو أنها هي مش الفصيلة نبدلوا له. الحين التعييرات. الله يرحم والديك. ما ياخذوش منك مرتين، ما ياخذوش منك مرتين، شكرا برك. شكرا استاذي. بالله لو سمحت احنا عندنا عيل صغير مريض وعنده مرض مزمن. باهي ومتبرع نبو من يتبرع له بدم، لو فصيلتك تكون نفس فصيله لو كذا ممكن انت تقدر باستطاعتك انك انت تعطي دم لاي حد هيك تيم صغير كذا. والله حاضر تو اليوم هو. والله كان في استطاعه اليوم، كان في استطاعه انت. اليوم هذا صعب شوي. مو بشروط راه مش هيك، ذاك اليوم مشينا انا وياه ردونا. اللي عنده السن واللي مريض واللي ندير عمليه واللي هذا كله ما ياخذوش منها. راح نشوفه معناها كان انت في كيف معناها تعطي دم عادي نكلموه لو انت ما. هو مكانك انت انا بعثوا لك احنا الجماعه. شوفوا لك عادي، كان مش من احنا نشوفوا غيرنا عادي. معناها انتم تو لو حد مريض ولا حد كذا في اي حاجه من ما يمشوش معنا، احنا مشينا. اللي حتى اللي عنده سنه باحتياج الاخرين وتوفير طلبهم حتى لو ما كانش عندنا وبدون اي مقابل، فقط من باب الانسانيه. خير الناس غالب بسمة تتبسمها في وجه الغير وتقدر اكتر من كلب اللي ليها تأثير كبير. بالله ما احنا عندنا ولاد صغير مريض بمرض مزمن باهي، ربي اللطف على اولادك باهي وناقصه دم، لو ان في كيف معناها حد منكم يتبرع بدم في لا اله الا الله محمد رسول الله في هلال الاحمر. ما عنديش مشكله لان النفس تربت على العطاء. ما عنديش مشكله لو احتجنا بعضنا وساعدنا بعضنا. ما عنديش مشكله انك انت تعطينا دم. بالله بابا احنا عندنا ولاد صغير مريض بمرض مزمن وناقصه دم، نبو لو سمحت ممكن تبرع بدم كما في نعرف فصيله دمك. عساك عندي السكر وعندي الضغط باهي. ان شاء الله ربي يشفيك. ان شاء الله ربي يشفيك. ما نمشيش اللي عنده السكر والضغط ما نمشيش دمه. صح باهي ما فيش حد مكي من تعرفه حد يعطي دم. الله يعطيك اتصالاتنا ونشوف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. بالله استاذي احنا عندنا ولاد صغير مريض بمرض مزمن. باهي وناقصه دم، نبو لو سمحت انت لو هيك في استطاعتك تقدر تعطي دم. اي موجب ايه ممكن تعطي دم؟ عادي.
ما عندك شيء مشكلة معنا أنك أنت تعطي دم بالله ما عليش. إحنا عندنا أولاد صغير مريض بمرض مزمن باي وناقص دم نبو ندوروا له في ناس كي تتبرع له بدم باي في استطاعتك. والله صغير عمره في حدود 9 سنين 10 سنين. في فصيلته فصيلته ايه موجب تبي الدم ايه حتى مش تكون مش فصيلته عادي نقدروا نستردوا له فصيله نبدوا له ولا حاجه. مشيت للجلاء؟ لا ولا ما مشينا للجلاء بس الجلاء في اليوم شنو هو؟ اليوم خميس. ايوه الجلاء ولا الصفوة ترى شوف الصفوة وين جي صفوة؟ جات جبنت سيدي حسين. تمام يعطوا في دم لأطفال لحد هيك مزمن لحد حاجة هيك كذا. شنو هو دم شنو مرضى؟ مرضى والله مرض حشاك مش باهي هو ما بيقدرش نذكره لكن بنشوفه. وين جاية؟ يعني والله عندي لكن أنا ما عشت ندير تليفوناتي هل يخدموك ولا لا عرفت؟ قصدي انت في شخصيتك ما عندكش مشكله انك انت تعطي لي دم لحد صغير مريض. الاحساس بالاخر من الصفات والمشاعر المهمه في علاقه الناس ببعضها البعض، والكلمه الطيبه والدعوه اللي من القلب تغني لما تصعب المساعده. الحرمان الداوي جرح بعطفه. خير شباب شنو مر؟ بالله احنا عندنا ولاد صغير عنده مرض مزمن باهي وندوروا له في حد يعطيه دم لو سمحتوا. انت ممكن باستطاعتك تعطي دم؟ شنو الفصيله المطلوبه؟ فصيله والله شنو فصيلتك انت؟ انت شنو الفصيله المطلوبه؟ احنا باذن الله احنا حتى لو مش فصيلتك لكن نوفروا لك باذن الله نوفروا لك اعطينا هو فصيلته ايه موجب لكن عادي حتى لو انها هي فصيله مش نفس الفصيله عادي نستبدلوها احنا ما فيش مشكله. وين المستشفى؟ مستوى احنا ناخذوها في الهلال الاحمر. فعلا الدنيا بخير ويا داير الخير لاقي لك باذن الله ونكلمك باذن الله ونكلمك. بالله احنا عندنا علي الصغير مريض باهي وفيه مرض مزمن ونبو دم فهمت ناقص دم ممكن باستطاعتك تعطي دم؟ شنو هو؟ فصيلته شنو صار؟ انت شنو فصيلتك؟ اوه باي ممكن عادي تعطينا انت فصيله واحنا نبدلوها بعتالي عادي مش عادي مش عادي بالله احنا عندنا ولاد صغير عنده مرض مزمن باهي وندوروا له في دم ناقصه دم ممكن انت باستطاعتك انك انت تعطي دم؟ والله نحن مش مضطرين بس مش فاضيين تو بكر والله عندنا شوية سكين ما تقدرش تعطي دم والله ما عندنا وقت والله ماشي شكرا بارك الله فيك بالله احنا عندنا ولاد عنده مرض مزمن باهي وندوروا له في دم ممكن باستطاعتك لو انت نعرفه فصيلة دمك مرة تطلع نفس فصيلة كان في استطاعة كيف تعطيه او سالب انا او موجب ويا داير الخير لاقي. ما عندك مشكلة يا شيخ ما عندك مشكلة يا شيخ. قلت لك بالله لو سمحت احنا عندنا ولاد مريض بمرض مزمن ربي يعفيه ان شاء الله وربي يحفظ لك ولاد باهي وناقصنا دم نبو ممكن لو سمحت كان فيه استطاعة ليك انك انت تعطي دم والله مدى بينا. ها شنو فصيلة دمك لو سمحت؟ او زال او موجب او موجب باهي مش مشكلة هي تو تطلع حتى بنفس مش نفس الفصيلة نقدر احنا نستبدلوها فهمت؟ هذه ماشي اللي الخير هذه ماشي اللي الخير معناها تقدر تعطي ماشي هي تفضل معنا شكرا بارك الله فيك. بالله ابوي احنا عندنا ولاد مريض بمرض مزمن باهي وناقصه دم ندوروا له في دم ممكن نعرفوا شنو فصيله دمك ممكن باهي ممكن تعطي فصيلتك عادي تعطينا دم ممكن تقدر تتبرع؟ ممكن وين بالضبط؟ نمشي لاي اقرب كان بودي يساعد لكن الظروف احيانا تحرمنا من فعل الخير والكلمه والدعوه الطيبه تغطي على قليل الحيله. انا عندي سكر طبعا ومش عارف انا قريب من 60 ما عندكش استطاعه ولا عندك استطاعه انك انت تعطينا؟ مش عارف انا والله ماني عارف. قصدي انت في شخصيتك عادي ما عنديش مشكله عادي ما عنديش مشكله. لما غاب الفعل حضرت الكلمة الطيبة والناس بالناس والناس بالله والإنسان لازم يكون شاعر بالآخرين كنوع من أنواع التعاون والمساعدة لهم
والرسول الكريم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا ديننا وهادي عاداتنا وقت الفزعة وهذا العشم. صحتي ماما. سامح من قلبك ترتاح واحضن كل اللي ضره وما تدلش من قال اسمح هكي عالراسي علوك كنت بشانك تعلف